بس احنا دائما في العراس بنحب نحكي ونغني هذا التراث. خاطري زفا على القطرواني، 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 خاطري زفا على القطرواني. ايه يا حوات وبابا وحدي، ايه يا والثانية ثنتين، ايه يا والثالثة خرزة زرقاء، الشباب العيني. دايتي يا دايت لقاطة، غاركة في الزيت والركاكة، غاركة في الزيت والركاكة. دايتي يا دايت الحزم لازم، دايتي يا دايت الحزم لازم. عاويني اليوم ولا بلتزم، عاويني اليوم ولا بلتزم. غاركة في الزيت وصحون اللبن، غاركة في الزيت وصحون اللبن. بس الحمد لله بنسرح يعني احنا اللي فينا الامر مضايل يعني بتعرف احنا زي وزي جابت وهذيك وهذيك. انت من الحصيدة والحصيدة والغمور، لما انت من الحصيدة والحصيدة والغمور. في ثوب الحنين واعكيلي رداني وادور، وفي ثوب الحنين واعكيلي رداني وادور. هذا غنانين التراثية وبعلم أولادي وبحب بناتي يتعلمنه ويحكينه ويغنينه. وكتيش هدول أنا كيشة، وكتيش هدول أنا كيشة، وأروح لويمو وبشيرة، وأروح لويمو وبشيرة. الله يسلم يمينه محرر الجرايد، الله يسلم يمينه محرر الجرايد. عبد الله خذ الأول وانتشر في الجرايد، عبد الله خذ الأول وانتشر في الجرايد. فئة قليلة من الشباب اللي مهتمة إنها تتعلم وتعرف أكثر عن التراث، بس أنا بتوقع لقدام إنه يصير في عدد شباب أكثر وناس أكثر إنها تصير مهتمة بالتراث وتحفظه لحتى نأرشفه وما يندثر ويضيع.